بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا معكم في Chapter 2 Thermal Physics. عرض سريع لعناوين دروس هذا الشابتر. رقم 1 الكينيتيك ثيوري. رقم 2 Thermometers. الدرس رقم 3 وهو Thermal Expansion. الدرس رقم 4 وهو Heat Transmission. الدرس رقم 5 وهو Heat Energy. والدرس رقم 6 وهو Latent Heat. أول درس انتهينا منه وهو الكينيتيك ثيوري. دلوقتي معدنا مع درس Thermometers. العناوين المهمة في الدرس. أول عنوان هندرسه وهو الانترودكشن ومقدمة مفصلة عن الثرمومترز. رقم 2 أهم أنواع الثرمومترز وهو الليكويدين جلاس ثرمومترز. عناوين فرعية منه هندرس temperature scales، هندرس properties of thermometers، كمان هندرس mercury and alcohol، وأخيرا clinical thermometers. العنوان رقم 3 وهو جهاز حساس بيقيس temperature واسمه الثرموكابل. أخيرا هندرس بعض precautions اللي لازم ناخدها في الاعتبار واحنا بنستخدم الثرمومترز. اول عنوان في درس النهاردة الثرمومترز وهو Introduction to Thermometers. Introduction مبدئيا يعني ايه ثرمومتر؟ بيقول لي ثرمومتر. ثرمومتر is any instrument used to measure temperature. اي شيء بيستخدم لقياس التمبرتشر احنا بنسميه ثرمومتر. علشان كده كان لازم نتعرف على المفهوم اللي بعده وهو ما معنى كلمة تمبرتشر. Temperature is a numerical measure of how hot or how cold the body is. هو مقياس رقمي بيقيس لي مدى سخونة او برودة جسم معين. درسنا في الدرس الأول اللي هو الكينيتيك ثيوري التفسير العلمي لمفهوم التمبرتشر من خلال مثال الشاي الساخن ومشروب البيبسي البارد. الكينيتيك ثيوري فسرت لي التمبرتشر هنا بأن موليكيولز البيبسي البارد بتتحرك بكينيتيك انرجي أبطأ من الموليكيولز اللي في الشاي الساخن. Temperature according to kinetic theory is a measure of the average kinetic energy of molecules. Water molecules in cold water move with less kinetic energy, بمعنى ان هي slower than water molecules in hot tea. ده تفسير الكينيتيك ثيوري لمصطلح التمبرتشر. بس مصطلح التمبرتشر معروف جدا للناس كلها. ليه بندرسه هنا تفصيليا؟ في الفيزيكس بالذات بيكون فيه خلط ما بين مفهومين، مفهوم التمبرتشر ومفهوم الهيت انرجي. عشان نتلاشى هذا الخلط ونقدر نفرق ولو بشكل سطحي ما بين مفهوم التمبرتشر ومفهوم الهيت انرجي، تعالوا ناخد المثال اللي قدامي. دول تو بيكرز، واحد في مية قليلة والبيكر التاني في مية كتير. هنسخنهم بفليم نفس القوة لنفس المدة الزمنية. بما اننا سخناهم بنفس الفليم لنفس الوقت، اذا هما الاتنين خدوا نفس كمية الهيت انرجي. بس لو حطينا تو ثرمومترز في كل بيكر فيهم، هنلاحظ ان البيكر الصغير التمبرتشر بتاعته اعلى. اذا بالرغم من تساوي كمية الهيت انرجي اللي اخدهم التو بيكرز، الا ان التمبرتشر بتكون مختلفة. طبعا في المثال ده اللي بيحكم الموضوع الماس. انا هنا مش محتاج تفاصيل اكتر وتعمق في الموضوع، لان تفاصيل الفرق بين التمبرتشر والهيت انرجي ان شاء الله هتكون في درس الهيت انرجي الدرس رقم 5. بيقول لي both beakers get the same amount of heat energy but they have different temperature. مثال اخر على نفس كمية الهيت انرجي بس تمبرتشر مختلفة، بنفس الهيتر لنفس التايم. هنجيب two blocks مثلا، واحدة iron والتانية wood. لو بدأنا نسخنهم لنفس المدة وجينا نقيس التمبرتشر، هنلاقي ان البلوك اوف ايرن التمبرتشر بتاعتها اعلى، بالرغم من ان هما الاتنين خدوا نفس كمية الهيت انرجي في التسخين. دي تفرقة سطحية ما بين مفهوم التمبرتشر ومفهوم الهيت انرجي. بيقول لي both blocks get the same amount of heat energy but they have different temperature. Temperature is measured in degree Celsius but heat energy is measured in joules. ده فرق اخر ما بين التمبرتشر والهيت انرجي. التمبرتشر بتقاس بالديجري سيلزيوس، بينما الهيت انرجي باعتبارها احد انواع الانرجيز المختلفة فهي بتقاس بالجولز. معلومة اخرى مهمة جدا ان انا افهمها هنا، بلوك الايرن وبلوك الود الاتنين دلوقتي عندهم نفس الهيت انرجي، بس اتفقنا ان بلوك الايرن هتكون التمبرتشر بتاعتها اعلى. لو حصل تلامس ما بين التو بلوكس، الهيت انرجي هينتقل من الايرن اللي هو higher temperature للود اللي هو lower temperature. اذا انتقال الهيت هنا بتحكمه التمبرتشر. الهيت بتنتقل من higher temperature للlower temperature حتى لو الهيت انرجي equal. بيقولي heat flows from body of high temperature
temperature to body of low temperature, even they have the same amount of heat energy. إذن اللي بيحكم انتقال الهيت ما بين الأجسام المختلفة هو temperature كل واحد فيهم مش كمية الهيت energy اللي عنده. أخيراً بيقول لي heat energy is also named thermal energy or internal energy. ما زلنا في المقدمة وندرس kinds of thermometers, أنواع الثرمومترز المختلفة. بمجرد ما بنقول كلمة ثرمومتر أول شيء بيجي في عقولنا وهو الثرمومتر المعروف اللي بنستخدمه في قياس درجة الحرارة اللي شكله بيتضح قدامي. الواقع اللي قدامي مش هو الثرمومتر الوحيد اللي قدامي، ده لا يتعدى نوع واحد من أنواع الثرمومترز الكتير المختلفة في الحياة. People think that a thermometer is that one used for patients or in labs. Actually, there are many kinds of thermometers depending on the field they are used in. أنواع كتيرة على اختلاف مجالاتها. طيب على أي أساس بيصنع الثرمومتر؟ A thermometer is manufactured to measure temperature depending on a physical property that regularly changes with changing temperature. أي ثرمومتر أيا كانت فكرته، فهي في النهاية بتعتمد على physical property بتتغير بتغير التمبرتشر. تعالوا ناخد أمثلة مع بعض. أحد أهم أنواع الثرمومترز نوع اسمه resistance thermometers، وده للذكر مش أكتر. resistance thermometer بيعتمد على سلك بلاتينم. السلك البلاتينم ده الريزيستنس بتاعته بتزيد كل ما التمبرتشر زادت. This thermometer depends on the increase in electric resistance of a platinum wire with the increase in temperature. هي دي الفيزيكال بروبرتي اللي هو بيعتمد عليها اللي هتتغير بتغير التمبرتشر. ثرمومتر آخر بفكرة أخرى اسمه الثرمستور ثرمومتر. Physical property: This thermometer depends on the decrease in electric resistance of a thermistor with the increase in temperature. ده ثرمومتر بيعتمد على component جوه اسمها الثرمستور. الثرمستور ده بيتأثر بالهيت، كل ما التمبرتشر زادت الالكتريك ريزيستنس بتاعته بتقل. اعتمادا على البروبرتي دي انا هصنع منه ثرمومتر بشكل ما. بيقول ان الثرمستور will be discussed later in chapter 3. فكرة الثرمستور ستناقش لاحقا في chapter 3. ثرمومتر اخر اسمه الكونسنت فوليوم جاز ثرمومتر. فيزيكال بروبرتي: This thermometer depends on the increase of gas pressure with temperature increase at constant volume. الثرمومتر اللي قدامي بيعتمد على فيزيكال بروبرتي تانية خالص، وهي تخص البريشر اوف الغاز. كل ما زادت التمبرتشر كل ما البريشر اوف الغاز بيزيد. هو هيعتمد في قياس التمبرتشر هنا على تغير البريشر اوف الغاز. ثرمومتر آخر وهو الثرموكروميك ليكويدز. بعض الليكويدز المختلفة بتتغير ألوانها بحسب التمبرتشر. أنا هستخدم الليكويدز دي في صناعة الثرمومترز اللي أنا عايزها. بيقول لي physical property: Some liquids change their colors with changing temperature. دي بعض أنواع الثرمومترز. عندي كمان نوع اسمه الثرموكابل. الثرموكابل بيعتمد على physical property مختلفة تماما. بيقول لي physical property: Electric potential difference exists due to temperature difference between junctions each made of two different metals. بينشأ potential difference أو electric current ما بين اتنين junctions كل junction فيهم مصنوع من two metals مختلفين. الثرموكابل هنتناوله بالتفصيل في نفس الدرس بتاع النهاردة. أهم أنواع الثرمومترز وأكثرها شيوعا اسمه liquid in glass thermometers، ودي بتعتمد على liquid موجود في capillary tube. الليكويد ده بيexpand مع زيادة temperature. بيقول لي physical property: A thin column of a liquid will increase in length as the liquid expands when temperature increases. واضح من اللي فات كله ان عند صناعة اي ثرمومتر هو بيعتمد اصلا على physical property تكون لها علاقة بالtemperature. في بعض الاحيان كانت الphysical property دي electric resistance، في بعض الاحيان كانت gas pressure، في بعض الاحيان كانت expansion of liquid، وفي افكار اخرى الا ان اللي احنا ذكرناه بيعتبر الاهم. ثاني عنوان عندي في درس النهاردة وهو Liquid in Glass Thermometer، أهم وأبسط نوع من أنواع الثرمومترز وأكثرهم استخداما في الحياة. هندرس تحت هذا العنوان Temperature Scale، Properties of a Thermometer، Mercury and Alcohol، وأخيرا Clinical Thermometers. تعالوا ندرس مع بعض Liquid in Glass Thermometers أو العنوان Temperature Scale. أول مجهود علمي لصناعة الثرمومتر كان في بعض المشاكل هتواجه العلماء عشان نقدر نصنع ثرمومتر عالمي
يصلح للاستخدام في جميع الأماكن. لازم نتفق على temperatures تكون متشابهة في العالم كله. بيقول لي there was no any specific definition for the zero temperature or any temperature scale. ما فيش تعريف محدد امتى يكون الجسم درجة حرارته zero. كذلك ما احناش عارفين أي scale للtemperature نقدر نستخدمه. Some scientists made their work to make their own zero and scale. بعض العلماء اجتهدوا اجتهادات عشان يعملوا الزيرو الخاص بيهم والسكيل الخاص بيهم. The most famous work is that made by وأهم وأشهر هذه الأعمال الإكسبرمنتس اللي عملها أندرس سيليزيوس وجابريل فهرنهايت. في منهج السنة دي تركيزنا هيكون على السكيل الخاص بأندرس سيليزيوس. تعالوا نشوف مع بعض سيليزيوس سكيل. سيليزيوس عشان يصنع ثرمومتر كان لازم يحدد ثلاث أشياء. أقل درجة حرارة ممكن يقيسها الثرمومتر بتاعه lower fixed point، أعلى درجة حرارة ممكن يقيسها الثرمومتر بتاعه upper fixed point. كمان محتاج تدريج scale. إزاي هيتم التدريج ما بين lower fixed point اللي اختارها والupper fixed point اللي اختارها على الثرمومتر الخاص به؟ فكرة أندرس سيليزيوس كانت كالآتي. سيليزيوس صمم capillary tube. الكابيلاري تيوب دي ليها خزان من الأسفل بنسميه بلب. داخل هذا البلب سيليزيوس استخدم الميركوري. لو سبنا هذا الاختراع في الروم تيمبرتشر عادي هنلاقي ان الميركوري حصل له اكسبانشن داخل الكابيلاري تيوب وهيتوقف عند حد معين. هذا الحد بيتناسب مع الروم تيمبرتشر اللي هو متواجد فيها. بس في مشكلة، الروم تيمبرتشر مش بتكون كونستنت. طموحات سيليزيوس انه يصنع ثرمومتر يستخدمه العالم كله في كل مكان، عشان كده ما يقدرش يعتمد على الروم تيمبرتشر اللي هو قاعد فيها، لان الروم تيمبرتشرز بتختلف من صيف لشتاء من وقت لوقت وكمان من مكان لمكان. سيليزيوس عايز يختار تيمبرتشر عالمية ثابتة في العالم كله يبدأ القياس عليها وهيسميها lower fixed point. سيليزيوس قرر يختار الميلتينج بوينت اوف ايس. في اي مكان في العالم عند النورمال اتموسفيريك بريشر الايس بيحصل له ميلتينج في نفس التيمبرتشر. سيليزيوس جاب الثرمومتر الخاص بيه وحط البلب كاملة مغمورة في pure melting ice. اللي حصل كالآتي، تراجع مستوى الثرمومتر لحد معين لأن الآيس بيكون أقل temperature من مستوى الروم temperature، فالميركري حصل له contraction. سيليزيوس جه عند هذا المستوى وسمى 0 degree سيليزيوس. هيعتبر درجة حرارة pure melting ice هيختارها هو ده الزيرو الخاص بي وهيسميها lower fixed point. بيقول لي melting point of pure ice equals 0 degree سيليزيوس. الكلام ده غير كافي، سيليزيوس محتاج حد أقصى للثرمومتر بتاعه، وهذا الحد أقصى برضو لازم يكون عالمي، يعني يكون ثابت في أي مكان في أي وقت في العالم كله. هنا سيليزيوس جات له فكرة تانية وهي البويلينج بوينت اوف ووتر. هيبدأ يحط الثرمومتر بتاعه over البويلينج ووتر، بمعنى أصح محاط بالستيم اوف بويلينج ووتر. درجة حرارة الستيم اوف بويلينج ووتر في أي مكان في العالم عند النورمال اتموسفيريك بريشر بتكون ثابتة. اللي بيحصل كالآتي، الميركري هيبدأ يكسباند في الكابيلاري تيوب لغاية ما يوصل لحد معين ويقف. هذا المستوى بيكون مناظر للبويلينج بوينت اوف ووتر. البوينت دي هيختارها ويسميها 100، وده بالنسبة له هو الأبر فيكست بوينت. بيقول لي vapor over boiling water، أو بمعنى آخر boiling point of water at normal atmospheric pressure equals 100 degree Celsius. يبقى تالت شيء وهو السكيل. بكل بساطة وبالتساوي هيبدأ سيليزيوس يقسم المنطقة اللي ما بين الزيرو والـ100 بالتساوي لميت جزئية لـ100 يونت، وهيكون ده هو السكيل بتاعه أو التدريج اللي هو اختاره. The range is divided to 100 divisions. Each represents 1 degree Celsius. وبكده يكون سيليزيوس صنع ثرمومتر يمكن استخدامه في أي مكان في العالم بلور فيكس بوينت ثابتة متساوية في أي مكان في العالم، وهي الميلتينج بوينت اوف بيور ايس، وأبر فيكس بوينت محددة وثابتة في العالم كله وهي البويلينج بوينت اوف ووتر، وسكيل ثابت. ده كان سيليزيوس سكيل، وهي دي نفس الطريقة اللي نقدر نصنع بيها أي ثرمومتر بأي ليكويد آخر غير الميركوري.